البدايات ديالي اول تجربه ليا لعبت ميني فوت، كنت كنلعب مع لا سي ان اس اس. من لا سي ان اس اس مشيت للفريق، اول فريق ليا في الكرون فوت هو الوحده، فريق الوحده كاين في درب السلطان، اللي المدرب ديالها اللي هو باقي عندي الاتصال معاه دابا، اللي هو العربي ملقب بمورينيو. داك هو اللي كان الاول بحال قلتي اكتشاف ديالي، كان الاكتشاف ديالي معاه. نصحني، زادني بزاف د الحوايج، زادني في حياتي، كان ليه الفضل باش نلعب انا كره القدم. الصراحه كنت كنلعب في ميني فوت ولا كنلعب الكرون فوت. من تما جاتني فكره باش نطور المستوى ديالي، قال لي فوالا تاخذ وريقاتك كتمشي ليوسفيه الويجانتي، كاينه ما بين اسفي ومراكش، حدا بنكريل. المهم تما لعبت معاهم مع مونس في الهوات، دوزيام هوات. الحمد لله كانت تجربه ناجحه 100%، بحكم كنت متخوف، كنت باقي جونيور. الحمد لله كانت تجربه ناجحه. مشيت من تما، جاني عرض من رجاء بني ملال اللي سينيت معاهم العقد ديال 3 سنين. كانت تجربه ناجحه وما نجحاش، لعبت معاهم عام. العام الثاني فضلت باش نغير الاجواء بحكم الكونترا ديالي، بزاف د الحوايج الكونترا ما كانتش مزيانه، بزاف د الحوايج، مي خديت تجربه تما. بحال اللي قلتي بديت كندخلوني القوالب الكره، بديت كيف ما كيقولوا دخلتني الحرفه ديال السنيور. والحمد لله لعبت مع منير جعواني اللي خديت معاه حتى هو اكسبيريونس بزاف، وعاوني حتى هو في حياتي. لدابا باقي كنهضر معاه، وباقي كيعطيني نصائح، باقي متبع معايا الحمد لله، الله يجازيه بخير، مشكور من هذا المنبر ديالكم. من تما لعبت عام، كانت عندي 3 سنين، لعبت عام ونص اللي عاوتاني، حاولت عاوتاني ناخذ تجربه جديده، حاولت نخرج، حاولت نقلب عاوتاني، حاولت نطور المستوى الكروي والمادي. مشيت للخنيفره لعبت معاهم حتى هما عام ونص، كلهم عندي عام ونص. الحمد لله كانت تجربه ناجحه، طلعت معاهم البريمير ديفيزيون، لعبت معاهم دوزيام ديفيزيون، كانت حققت معاهم الصعود للبريمير ديفيزيون. لعبت معاهم ذاك العام بريمير ديفيزيون، الحمد لله لعبت معاهم عام كامل. كانت تجربه ناجحه حتى هي بالمئة. مشيت من تما جاني عرض البركان، جاني نهضه بركان اللي ما كنقولش ما ناجحاش، ولكن الحمد لله فهمتي، كتاخذ اكسبيرينس، كتاخذ تجربه. ما لعبتش مع سي طوسي وسيموني رجعواني اللي بقى، واخا ما لعبتش معاه كيف ما قلت لك، باقي لدابا كنستافد معاه، كينصحني، كيوجهني، وهو اللي كان السبب باش انا جيت ليوسفيه برشيد. السبب وجهني، قال لي فوالا راه غادي هذا الفريق هذا راه تقدر تمشي معاه مزيان، انا ما مشيتش معاه مزيان هذا الفريق، وجهني. الحمد لله هذيك التجربه كانت، لعبت معاهم، واخا ما لعبت حتى شي ماتش في الكاف، مي كتخرج كتعرف كتستافد، هذه هي الكره، هذا هو الدومين، كتعرف بزاف د الحوايج اللي ما كنتيش كتعرفهم قبل. من تما جاتني الفكره باش نغير الاجواء، واخا كنت مسيني عقد فيه 3 سنين. الناس بركه الله يعمرها دار اللي تساعدوا معايا بزاف، كاع اللي كان العقد ديالي باقي عندي فيه عامين، وخلاوني نمشي بهذا، ماشي جراو عليا، ماشي انا اللي بغيت، كعارف بنادم ملي ما كيكونش كيلعب خصو يقلب على راسو، خصو يلعب، خصو بزاف الحوايج. انا من هاد النوع ديال اللعابه، ديال ما كنبغيش نجلس، كنبغي نلعب، كنقلب على 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 حوايج مزيانين في حياتي، ما كنبغيش كي كنقولوا نريح ونتخلص ومن صافي ما لاعب، ما كنلعب ما والو. هذه هي باش مزيان اللعاب لا كان في حال كيكون كيقلب على راسه من احسن لاحسن. الصعوبات اللي واجهت هو كيكونوا شي ناس الله يسمح لهم، فهمتي، كيكونوا شي ناس الله يسمح لهم. مثلا في بني ملال علاش بغيت نغير الوجهه، واحد الشخص الله يهديه والله يسمح ليه كان كيقطع لي السالير ديالي، ما كنتش كنتخلص، وانا كنت يلاه تزوجت، ديك الساعه كنت يلاه تزوج، كان كيقطع لي السالير ديالي، هادو من اصعب
المراحل اللي دوزت في كوره، وشي شخص كيكرهك في الكوره، كيكرهك في شي حاجه كتبغيها. الله يسمح لي، هو غيعرف راسه، ما بغيتش نسميه واخا. المهم ما كنبغيش نهضر على هذا الشيء، حيت كنبغي نهضر على شي حاجه مزيانه. قصحني هذا السيد هذا، قصحني بزاف في الكره ديالي، قصحني بزاف. الله يسمح لي من هذا المنبر. هذا هو المشكل اللي كان عندي في حياتي، لدرجه شخص كان كيدوز اللعابه كاملين كيدوز لهم سالير، وانت ما كيدوزش لك سالير. الفكره هو كتبغي تطور المستوى المادي ديالك، وكتشوف في استطاعه ديالك تلعب الجراوند فوت، كتكون كتلعب ميني فوت وكتشوف راسك محدود، والامكانيات ديال الميني فوت كانت ديك الساعه كانت معرفتش، دابا معرفتش الاحوال ديال الميني فوت، مي كانت شويه عادي، ما كتخلصش في الشهر، كتاخذ غير لي بريم، ديك بريم عادي وداك الشيء. كتبغي تطور. انا ديك الساعه بديت كنقلب على الزواج، بديت كنقلب على شركه الحياه ديالي، تزوجت، كان خصني سالير، خصني لي بريم مزيانين، خصني لي بريم مزيانين، اي بحال هكاك. وداك الشيء اللي كان الحمد لله تحت لي الفرصه، كيف ما قلت لك الناس اللي عاونوني، منهم هذاك السي العربي، منهم بزاف الناس كانوا فضل باش انا نلعب الكره. لا ذكرت الاسماء ديالهم، راه ما غاديش ننساها، لي راه تبارك الله الناس بزاف كنعتار، ما بغيتش نسمي حيت كاينين الناس بزاف، نقدر ننسى شي واحد ويبقى فيهم الحال. لا بالعكس، لقيت راح شي بزاف كتكون في، بالعكس ميني فوش كتستافد معاه، وخصوصا لكان المركز ديالك كتلعب ميليو تيران، كتكون دغيا كتخرج الكره، دغيا كتفكر وسط الزحام كتخرجها، كتلعب بالزربه، حيت الميني فوت هكا. لعبش مع يحيى جبران ميني فوت في ستات حتى هو، لعبش مع ميني فوت، ولعبش معاهم، كنت كنلعب مع بني ملال، وكنلعب مع في نفس الوقت، كنت كنلعب مع، كنت مسيني كونترا مع بني ملال، ومسيني جي 5 مع ستات، كنت كنلعب هنا نسالي، نقدر نمشي نلعب هنايا. راك عارف راه اللعاب خصو يقلب على راسو. انا كنت هكا، كنت كنلعب ميني فوت، وفي نفس الوقت كنت كنمشي نلعب الكرون فوت. ولاد حريز كنعتبر احسن مرحله كرويه هي اللي دوزت مع هاد الناس. لقيت راحتي بزاف، ماشي من الناحيه الماديه، ولكن انا اللي صحابي وخوتي واللي عارفيني انا كيفاش كنلعب، وكيفاش ما عطيتش في الفرق الاخرين داكشي اللي خصني نعطي. هنا بحال اللي قلتي كاينين بعض الناس جبدوا مني داكشي اللي انا كنعرف، الكره ديالي اللي خصني جبدتها مع هاد الناس، وكنعتبرها احسن مرحله دوزت في حياتي في المسيره ديال الكرويه. كانوا عده عروض من انديه مغربيه، وكانوا حتى كان عرض خليجي، اما ما ما ما, ما قدر الله نبقى، قدر الله نبقى. الناس ريحوا معايا، قالوا لي فوالا راه اشنو كاين، واش تبغي تمشي، واش ربي بغاني نبقى. انا ما بقيتش مع ولاد حريز، ما مسينيش بري كونترا. كاين الاخبار كيقولوا بلي انا سنيش بري كونترا، انا كاينين عروض مغربيه بزاف كاع، الحمد لله هذا فضل من الله والجهد، وهاد الناس هذو كي قلت لك اللي ما بغيتش ننسى الخير ديالهم، اللي بغيت نكمل معاهم العام، نكملوا معاهم بهذا المستوى، وان شاء الله يسالي العام وعاد باش نفكر فين غنتجه ان شاء الله. كان الرزق باقي مع هاد الناس، راني معاهم، ما كانش راه غنغير الوجهه، وهاد الناس هما قابلين بهذا الشيء، اللي حيت ريحت مع الناس ديال مسيرين ديال يوسفيه برشيد، وفوالا دوزت معاهم عامين زوين، عام ونص، وحنا غاديين في العامين، دوزت معاهم داك الشيء زوين، فهمتي؟ لا ماديا ولا كرويا، الناس انا كنعطيهم وما كيعطيوني، وحنا غاديين مزيان، فاهمين؟ الحمد لله. راجل ما كايناش، كاين الوداد، كاينين فرق مغربيه ما بغيتش نسميهم، مي الوداد تعرفات حيت الناس المكتب تاهما ديالنا عارفين، داك الشيء علاش قلت الاسم ديالهم. والفرق الاخرين راه كاينين تبارك الله شي خمسه الفراقي بلا وداد، كاينين خمسه الفراقي، هذا الشيء اللي كاين.
والحمد لله انا 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 ودادي، انا ما لعبتش في الوداد ولكن انا ودادي، والحب ديالي للوداد ما كيعنيش باللي انا راه غنلعب في الوداد، فهمتي؟ حيت الوداد لو بغيتي تلعب فيها خصك تكون كابابل، كيكون خصك تكون مزيان، خصك تكون كتعطي، ما كتعطيش ولا شاك في راسك، ولا ما خصكش تلعب في الوداد، حيت انا كنشجع الوداد وما غنبغيش، ما غن فهمتي، ما غنبغيش انا ودادي، ماشي ديك اللعبه ديال نلعب في الوداد وغنتخبى ولا غنريح، كي قلت لك في الاول غنريح ونتخلص، وما لا غنبغي نلعب، غنبغي نعطي اضافه، ما كنتش نعطي اضافه، ما غنلعبش في الوداد. هذه هي الفكر ديالي، ولما لعبش في الوداد غير على هذا الشيء، الا جاني عرض من الا قبلت شي فرقه اخرى، ماشي على الفلوس ولا على، ولكن كي قلت لك ما بغيتش نتعير، ما بغيتش الجمهور واحد النهار يعير زكريا ما عطاش ولا مخبيه، ولا ما بغيتش نهار نوصل لهذه المرحله، حيت انا ودادي، حيت انا كنكريتيكي كيقولوا، حتى انا كنتقلق، فهمتي؟ كنعير كنتقلق، عادي عادي، الواحد كيحب واحد الفريق، اي واحد كيحب فريق، واي واحد من حقه يبغي شي فرقه، وهذا الشيء راه عادي في كره القدم. كاين هذا كيبغي الرجاء، هذا كيبغي الوداد، هذا كيبغي حسنيه، هذا كيبغي، هذا الشيء عادي في الكره، وحتى واحد ما كيعزل الحب ديالو لشي فرقه، فهمتي؟ هذا الشيء كيكون من الصغر، كتكون كتعشق واحد الفريق عادي. وكي قلت لك لما لعبش في الوداد يعرف الجمهور الودادي، حيت كاينه اخبار كتروج باللي انا ما بغيتش نسني في الوداد في هذا الميركاتو، على سبب، على ولا ما بغيتش نسني بري كونترا، على الفلوس، ولا ما تفهمش مع الناس، ولا ما لا هاد الهضره ما كايناش. الهضره اللي كاينه هي بغيت نصبر شي سالي العام، كنفكر دابا كنفكر باش نطور المستوى ديالي ويتم المنادات ديالي للشان، هذا هو علاش خدام دابا، خدام باش نطور المستوى ديالي، وما نفكر في حتى شي حاجه يسالي العام، ربما الرزق ديالي يكون كبر والطموحات ديالي تزيد تكبر الا مشيت للشان وبزاف الحوايج، هذا هو ليك. سي سعيد الصديقي دوزنا معاه واحد العام ونص اللي كيف ما شاد الجميع وكيف ما شاف الجميع، عام ديك العام بعدا تكلاسينا حنا سيزيان، دوزنا عام اكسيلون بزاف اللي استفدنا مع سي سعيد كره. وعلاش قلت لك كاينين بعض الناس كيجبدوا منك داك الشيء ديالك، كتكون تقوايا، كيكونوا لعابه كويريه، ولكن كيكون مدرب كيضغط شويه، كيكون هذا، كاينين شي مدربين كيخرج منك داك الشيء ديالك، سي سعيد من داك النوع اللي كيخرج منك الكره، كيجبد منك الكره، كيقول لك لعب، ما كيهضرش معاك، يقول لك لعب، كيدخل للتلفيسير وكيتحاسب معاك، هذا هو المدرب اللي كنقولوا كيجبد اللعب، كيعرف كويري، دايز كويري، هذا هو. مشكور السي سعيد من هذا المنبر، مشكور، كنشكره بزاف على داك الشيء، ديك العام ونص اللي دوزنا معاه. التغيير جا كما كعارف، اي فرقه ما كيكونش فيها النتائج عادي، هذه سنة كرة القدم وسنة الحياة، كيتبدل المدرب، خصو يتبدل الشخص، رئيس، مدرب، لعابة، كيمشيو لعابة، كيجيو لعابة، عادي هذا الشيء. جا سي شوشان اللي عارفين انتوما التوانسة، عارف المغاربة، عارفين التوانسة، تاكتيك مو خصك تكون مزيان، اللي عام اللي دابا ثلاثة الماتشات بحال اللي قلتي غير شوية في الكرة الحريزية، ولينا كنديفونديو، ولينا واقفين مزيان في التيران، راه الجمهور المغربي ما كيعرف هذا الشيء مزيان، كيعرف يتفرج، وهذا الشيء اللي كاين. الطموح كيزيد يكبر بشويه بشويه، كتكون كيف ما انا كنتكلع في ميني فوت، بغيت نطور المستوى ديالي، بغيت طموحي يبدا يكبر، لعبت هنا، دابا تزاد الطموح ديالي الحمد لله بعد التألق بفضل الله سبحانه وتعالى والزملاء ديالي ورضات الوالدين، بديت طمحت باش نمشي للسيليكسيون معاهم للشان، كنخدم على هذه بالضبط، كنخدم عليها بزاف باش نسير انتباه المسيرين ديال الناخب الوطني سي حسين عموته، اللي تم المنادات ديالي جوج المرات، اقسم بالله العلي العظيم يتبدل لي حياتي، هاد السيد هذا بدل لي حياتي، ماشي حيت كنهضر دابا ولا شي حاجه، ولكن الناس اللي عايشين معايا غيعرفوا هادشي، الناس اللي في الفرقه غيعرفوا هادشي، غيعرفوا بلي زكريا تبدل،
كنت معجاز، كنت فهمتي، كنت معجاز، كنت بزاف د الحوايج كانوا فيها خايبين، وكنت كنسحب راسي انا راه شي حاجه، راني كندير شي حاجه زوينه، وانا انا كنت غلط وما كنتش عارف راسي. جيت عند هذا السيد اللي وراهم ليا بطريقه غير مباشره، ما هضرش معايا، ولكن السيد كيهضر كيتستافد من عنده، وما كيهضرش الا ما كيهضر خصك تستافد. سي حسين كتهضر كتستافد، والحمد لله على كل حال. الطموح ديالي زاد كبر، كي قلت لك التالق ديالي ست البيوتا في 13 ماتش، وليت كنفكر بعيد، وليت كنفكر في باش نحترف، والحمد لله بشويه بشويه كيتزاد الطموح كبر الحمد لله. الناس اللي قراب، اول حاجه الناس اللي قراب منهم لاعبين، منهم العائله الصغيره ديالي، الوالدين ديالي، خوتي، الاصدقاء ديالي القراب ليا، اللي كنكون غلط كيوجهوني، كي بزاف كتكون كتسهر كيدور فيك اخوك ولا مدام ديالك ولا امك ولا باك كيدوروا فيك، ما كتاكلش مزيان اجي. المهم هاد الحوايج الصغار اللي كيشوف اللعاب اللي بساط، راه هادو هما اللي كيديروا لا ديفيرونس ما بين هذا وهذا، ما بين هاد اللعاب وهاد اللعاب. كنتي كتسهر ولا كنتي ما كترينيش ولا كنتي ما كتزيدش من عندك ولا كنتي الناس اللي قراب منك هما اللي كيقولوا كيزيدوا بيك، كيخليوك تألق. داك العام كنتي كدير اغلاط، هاد العام تحسنتي شويه، حسنهم لك، والحمد لله. هذا هو اللي كاين، هذا هو التألق اللي كاين، فضل الله والوالدين ديالك رضاتهم عليك، وصحابك كي قلت لك والعائله الصغيره. البطوله الوطنيه كاين بزاف اصحابي في الفريق اللي والله ما نكذب عليك كيستاهلوا كثر، كيستاهلوا كثار حيت مزيانين. وكاينين لعابه البطوله الوطنيه منهم يحيى جبران اللي كيعجبني بزاف، اللي لعب معايا والصديق ديالي، تحيه ليه. وكاين عينه اللي من احسن لي ميليو تيران في المغرب بشهاده الجامع، وباغي نفرق الحمد لله. كاينين دراري بزاف، هاد جوج بعدا هادو كيعجبوني. برا كاين بطبيعه الحال ميسي، رونالدو، هادو كيبقاو الطوب، نيمار، مبابي، هادو كيبقاو. كاينين فرق بزاف اصاحبي عالميين، كاين بارسا، ريال، اللي كيتمنى اي واحد كيتمنى يلعب فيهم. النادي اللي بغي نشكر هو يوسفيه برشيد، اللي كان الفضل ديالو عليا باش انا معاك دابا، وانا بهذا المستوى هذا اللي كنشكر نوادي كامل لعبت فيهم، لان هذا مميز عندي في حياتي. كي قلت لك في الاول كنت فيه الحمد لله تألقت فيه، والدليل هو راه كيبان في التيران، فهمتي، كتكون كتعطي، كتكون سخي. كنبغي نقول لهذا النادي هذا، كنبغي نقول ليه شكرا بزاف، كنبغي نشكركم واحد واحد، وكنبغي نشكر جميع مكونات يوسفية برشيد من الرئيس حتى الشارج ماتيريال، اللي كاملين كيحبوني صراحة وكيبغيو لي الخير وكيساندوني. كندير الغلط كيجلسوا معايا كيقولوا لي فوالا راه درتي الغلط، ما عمرني شفت منهم العيب صراحة الله، ما عمرني شفت منهم. كنشكرهم جزيل الشكر صراحة. هذا هو اللي كاين. كنشكر كاع اللي كيبغي زكريا فاتي، اللي كيشجع زكريا فاتي، كنشكرهم بزاف بزاف بزاف. كنشكر كاع اللي كيساندني، كاع اللي كيصيفط ليا لي ميساج وما قدرتش نجاوبو اسمح ليا. انا عارف باللي الناس الحمد لله كتحبنا، هذا الشيء فضل الله الحمد لله. شكرا بزاف لهاد الناس، مشكورين، وتحيه ليكم من هذا المنبر.